ها هي مجالس العزاء في الناصرية تغص بالمعزين والحزن يخيم على المدينة بعد فاجعة مستشفى الحسين، فيما وصل المحافظ وفد من الفلوجة ومحافظة الأنبار في بادرة أخوية لقراءة الفاتحة على أرواح الضحايا وللتخفيف من مصاب إخوتهم أهالي ذي قار. أتينا اليوم إلى محافظة ذي قار، مدينة الناصرية، المدينة المنكوبة، المدينة الجريحة. أتينا من مدينة الفلوجة بالنيابة عن أهالي محافظة الأنبار بشيوخها ورجالها، ننقل تحيات وتعازي وسلام ومواساة أهل الأنبار إلى محافظة ذي قار. باسمي وباسم عشيرتي الجنابيين في محافظة الأنبار قضاء الفلوجة وباسم أهلي أهل الفلوجة كافة، أتينا إلى محافظتنا ذي قار الحبيبة وإلى أهلنا نعزيهم بشهدائهم وشهدائنا وشهداء العراق، جرحهم جرحنا ودمهم دمنا وهم أهلنا، وأتينا كي نعزيهم، وإن شاء الله شهداءهم في الجنان العلا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. باسمي وباسم شيوخ عشائر محافظة ذي قار نرحب بالأخوة شيوخ عشائر الأنبار الذين قدموا إلينا هذا اليوم لمشاركة أحزاننا بفقد كوكبه من الشهداء الذين وقعوا حرقا بمستشفى الحسين بمركز العزل. وما تزال بعض جثث الضحايا مجهولة الهوية، فيما مواكب المشيعين تتجه تباعا لدفن أحبائهم، فيما يتداولون قصصا محزنة عن الراحلين. هم حيدر الذي كان يظن أنه سيصحب أباه الذي تماثل للشفاء خارج المستشفى، إلا أنه دخل المستشفى ليخرج أباه جثة هامدة، فيما يتساءل الناس متى تنتهي هذه القصص المحزنة في بلد تحدث فيه العشرات من المآسي كل يوم. جتني النار من الباب الأمامي فطفت الكهرباء وطفى الأكسجين، كانت إحنا بالمستشفى من تطفى الكهرباء الأكسجين يظل مشتغل ما ينقطعون عن المرضى، فطفوا حتى الأكسجين فقامت تدخل لنا النار من الباب الأمامي، فقمنا إحنا بكسر الباب الخلفي لأن كان مقفول، كسرنا الباب الخلفي، كسرنا الجام، حاولنا ننقذ والدي وطلعنا به، فنقلناه المستشفى الحبوبي. مستشفى الحبوبي كان بيه نقص من الأكسجين، فوفرنا الأكسجين إحنا، حاولنا ننقذه، نقذناه، فبالأثناء هاي اختنق بعد ما قدر، وقف عند قلبي، انتقل إلى رحمة الله. لقناة التغيير إيهاب الخفاجي، الناصرية.